حلقة جديدة من عيش وملح وبطل اتكلمنا عنه قبل كده، مش هتبقى أول مرة ولا آخر مرة. الليمون علشان احنا دلوقتي موسم الليمون، يعني الليمون مغرق الدنيا، وأكتر شهر في السنة بنلاقي فيه ليمون، فلازم نستغله كتير. دايما بحب أستغل، يعني بحب أطبخ بالحاجة اللي هي مغرقة الدنيا، اللي في عز الموسم، لأن هي دي بتبقى أفيد حاجة لينا. يعني لما بناكل الحاجة اللي في الموسم بنستفيد أكتر ما بناكل الحاجات اللي احنا جايبينها بعد ما موسمها خلص. فهناكل أكل كتير بالليمون. الليمون لأن اتكلمنا عنه قبل كده، فمضطرة أفكركم بالوصفات اللي عملناها قبل كده، لأن هي الوصفات الأساسية جدا، عشان اللي يحب يرجع لها على اليوتيوب أو على السايت بتاع سفرة. عملنا قبل كده ليمون مخلل، ليمون مخلل معصفر برطمان، كان عظيم جدا. وعملنا أكل بالليمون المخلل، يعني لأن ده في المطبخ الهندي، يعني إحنا في المطبخ بتاعنا في مصر آخر استخدامنا للليمون المخلل إن إحنا ناكله كمخلل، ما بندخلهوش كمكون في أكل أكبر، في فراخ، في لحمة. عملنا أكلة كمان بالليمون المخلل، وعملنا كيكة ليمون. النهاردة بقى مضطرين نبعد عن الأصناف الأساسية لأن عملناها، وهنعمل صوص الليمون. هنعمل اتنين صوص بالليمون، صوصين. صوص ليمون هنمشيه مع السمك، وصوص ليمون دي وصفة صيني هنعمله مع فراخ. الاتنين وصفتين معروفين جدا، كلاسيكيات، لا اخترعناهم ولا يعني مش مخترعين الوصفة دي النهاردة. السمك بالليمون باتر صوص، أو صوص الليمون بالزبدة، صوص كلاسيكي جدا فرنساوي مليان زبدة زي كل الطبخ الفرنساوي وهايل. والوصفة الثانية هتبقى فراخ بالليمون على الطريقة الصينية، ودي برضو وصفة من كلاسيكيات المطبخ الصيني، فيها فراخ متحمرة وبعد كده بعد ما بتقرمش بتنزل في صوص ليمون. وهنحلي بحاجة حلوة، هنحلي بطارت الليمون. خليني مرغيش دلوقتي كتير ونتكلم على الليمون في الحاجة الحلوة وقت ما نيجي نعمل الحاجة الحلوة. أبتدي بالسمك. السمك بالذات والليمون العلاقة بينهم علاقة، يعني هو الليمون بينفع في كل حاجة، احنا بنحطه في اللحمة وفي الفراخ وفي السمك وفي الحلو وفي الحادق وفي المخلل. بس ليه دايما كلمة سمك بتفكرنا بالليمون وكلمة ليمون بتفكرنا بالسمك؟ لأن الليمون فيه مادة لطيفة جدا بتعمل عمل فظيع في السمك. بتعمل ايه؟ في مادة اسمها أمايز في السمك. أول ما الليمون والمادة دي ليها ريحة، أول ما الليمون بيجي على المادة دي بتتحول لمادة تانية ملهاش، يعني الليمون بيغير المادة اللي جوه السمك ذات الرائحة، بيحولها لمادة مش فولاتايل، أو الريحة بتاعتها مش بتنتشر في المكان. فعلشان كده بيقضي تماما على ريحة السمك اللي الناس ممكن ما بتحبهاش. وعشان كده يعني بالذات السمك والليمون مرتبطين قوي ببعض. هنعمل ايه؟ زي ما قلنا الليمون موجود في الصوص مش في السمكة. السمكة كل الناس عارفة تتبيلتها، فأنا مش هضيع وقت نعمل تتبيلة سمك، كل واحد بيتبل السمك بالطريقة اللي بتريحه. توم، كمون، ملح، فلفل، زيت، كل واحد يعني التتبيلة انتوا عارفينها. أنا هعمل أبسط حاجة عشان احنا موضوعنا الصوص، يعني مهتمة أكتر بفكرة الصوص. أنا هتبله بملح وفلفل، وهي تتبيلة كافية جدا لما السمكة بتكون طازة، يعني مش كل الشعوب كمان بتحط كمون مع السمك زينا، ومش كله بيحط توم. فأنا هعمل كده. خليني، مهم قوي إن الواحد يدخل الحاجة، بس خليني الأول أقسم السمكة دي على اتنين. ندخل كده الحاجه بايدينا، مهمه قوي المرحله دي، وان كانت مش بتبقى الطف مرحله. عايز اعمل الظهر كمان. طيب تبلنا، هتتبلوا بطريقتكم، توم، كمون، زيت، ليمون، اللي انتوا عايزينه.
مع ان السمكه فريش جدا وطازه جدا، بس ده مش هيمنعني اني اعصر عليها عصره ليمون كده برضو، اداء واجب يعني. كده احنا ظبطنا السمكه. دلوقتي حتى لو السمكه دي ما كانتش طازه قوي وحتى لو كان ليها ريحه، دلوقتي لما نزلنا الليمون خلاص بجد ما فيش اي ريحه. طيب هنعمل ايه؟ احنا وصفتنا في الصوص، كل الناس عارفه تعمل كل السمك، وصفتنا في الصوص. هنشتغل على الصوص وعلى السمك مع بعض. السمك ده محتاج يتقلي، هحطه في دقيق وهقليه. والصوص هنبتدي نعمله مع بعض. اغسل ايديا بس. هايل. صوص الليمون، صوص الليمون هيبتدي اكيد بليمون، بس علشان اخلي الصوص، لو عايزين نخلي الصوص ادخن، مش كل الناس بتعمل كده، لكن لو عايزين نخلي الصوص ادخن هنعمل حاجه تربط الصوص شويه، تدي له سمك اللي هو الرو او اللي هو بدايه البشاميل، بس بكميات ايه يعني، بكميات احنا في الاخر مش عايزين بشاميل، احنا عايزين صوص. فهنعمل كده حبه زيت قليلين على قد ما الدقيق هيبقى قليل. حبه دقيق قليلين قد كده بالظبط، احنا هما بس السمك قد كده يعني قليل. دول ايه؟ بس قليل ازاي؟ مجرد بس يدي سمك الصوص معايا، ما يبقاش صوص مياني قوي، يربط حبه. احتياطي ازود ندعه. هنعمل ايه دلوقتي؟ ليمون 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 ليمون، عصير عصير عصير. ادي معايا كل الليمون اللي انا عايزه اعصره. اتاكد ان النار واطيه، مش عايزين الليمون يغلي، لما بيغلي بيمرر. ريحة. كفاية، أكيد مش هحتاج أكتر من كده أبداً، أنا ممكن كمان أكون إيه مزودة سنة يعني. كده احنا عندنا ايه؟ الطعم هنا كله ليمون، الدقيق ما بيعملش طعم، فانا الطعم هنا الدقيق بس بيعمل قوام، بيعمل تخن. فهنا الطعم اول عن اخر ليمون. حتى وده ليمون هحتاج احط ملح، ومش هحط فلفل علشان مش عايزه نقط سودا فيه المره دي. انا بعمل حاجه فرنش، دي وصفه فرنساوي، فنعملها بالطريقه الفرنساوي، الاهتمام قوي بالمنظر. طيب احنا كده عندنا الصوص ده عباره عن دقيق وليمون، كل طعمه ليمون. الليمون طعم لاسع، طعم قوي، عايزين نحليه ونهدي، يعني الطعم ده يبقى موجود بس هادي، طعم لطيف. فعايزين نحليه ونهديه ونخليه صوص يحلي السمك اللي هيتعمل. فهنحط ايه؟ هنحط زبده ساقعه، واهم حاجه ان الزبده الساقعه دي ما سيبهاش على النار تسيح، لان الزبده لما هتسيح هتشوفوا دلوقتي، هتلاقوا المنظر هنا اول ما هيتحط الزبده ايه اللي هيحصل؟ هيلمع. بصوا الزبده دي انا مش بسيحها، انا مش بسيحها على النار، انا بسيحها في الحراره عشان تعمل لي الصوص الحلو اللي احنا عايزينه. هتلاقوا الدنيا هنا الشكل فيه لمعه وفيه سمك، فيه قوام. لما الزبدة بتسيح غير ان هي بتمرر كمان ما بتعملش قوام، بتبقى مية.
سايله خالص. احنا كده عملنا الصوص لكن ما عملناش السمك. فدلوقتي دلوقتي نخلي الصوص ده من غير نار، هنا ما فيش حراره خالص. اوكي صوصنا كده جهز. بسرعه، السمك ما فيهوش حاجه، بسرعه بسرعه هنعمل السمك، هنحطه في دقيق، هنقليه على النار، هناخده من القليه نحطه في الطبق ونصب عليه الصوص. مع صوص الليمون اهو، حلو قوي. ناقص اخر حاجه هنعمله قبل ما ناخد السمك ونقدمه، ان احنا هنضيف بس بقدونس، عشان برضو البقدونس مع الليمون اصحاب، والليمون والسمك اصحاب، والبقدونس والسمك دايما بناكلهم مع بعض. فيعني انا هقرطف كده بس، خلاص كده ناقصنا على التقديم. نطلع فاصل بقى، ولما هنرجع هنعمل برضو صوص ليمون. صوص الليمون ده اخد زبده كتير قوي. صوص الليمون اللي جاي هنعمله للي عايز ياكل صوص ليمون من غير زبده، صوص ليمون على يعني من غير ما يتخن قوي. الصوص اللي جاي صوص الصيني، هنعمله مع الفراخ في بعد الفاصل. احنا اخر حاجه هنصبها صوص الليمون التحفه مع السمك قبل ما نبتدي نعمل الفراخ. كده طبقنا جاهز، خلينا بقى ندخل على الفراخ. الفراخ احنا اتفقنا ان في صوص تاني، صوص تاني بس صوص اخف شويه من اللي احنا عايزينه ده او من اللي احنا عاملينه. الفراخ هنا في قليه هسخن لها زيت. اتفقنا ان احنا عاملين الصوص ده لحد مش عايز ياخد زبده كتير. فهنعمله ايه؟ ايه اللي هيخففه؟ احنا ما نقدرش ناكل ليمون ساك، يعني مش هيبقى، ما فيش اي حاجه بليمون ساك هتبقى حلوه. فبنحط لازم نخفف الليمون بحاجه. المره دي هنخففه بمرقه وبسكر، لان الوصفه دي صيني، الصينيين دايما هم اللي بيحطوا دايما السكر سويت اند ساور، اللي هو دايما عندهم خلطه اللاذع والحلو، السويت والساور. ادي عصير ليمون معاه مرقه قليل، مرقه مش عايزين طعم الليمون، مش عايزه نبقى بنشرب شوربه عليها عصره ليمون، لا احنا عايزين ليمون متخفف بسنه شوربه بس كده. وسكر، وهنتقل في الاخر طبعا ملح وفلفل وكورن ستارش. السكر هنحط كميه محترمه يعني من السكر، يعني على مثلا 3 ليمونات ممكن ناخد، او ليمونتين على حسب كل ليمونه غير الثانيه، ممكن ناخد زي تلت كوبايه سكر، معلقه اقل من معلقه ثانيه، دي كانت مليانه قوي. احنا كده عندنا حالا دلوقتي هيعمل جليز وهنتخنه.
لما يغلي هنتخنه بنشا ذره، ذره كورن فلاور او نشا ذره، وعليها شويه ميه زي ما احنا متعودين، ونتخن بيها الصوص. كده شويه ميه صغيرين وبنقلبهم بايدينا. ما ننساش كمان الحاجه اللي لطيفه جدا هنا، بشر ليمون. عايزين نحط بشر ليمون. عندنا ليمونه كبيره. طبعا الليمون الكبير ده يا جماعه طعمه اضعف من الليمون الصغير البنزهير البلدي. ثانيه الاقي المبشره اهي. مهم قوي برضو البشر ده. الليمون من الحاجات اللي هي كل حاجه فيه بتتاكل، يعني البشر بيدخل بالذات في المخبوزات بيدي ريحه حلوه قوي، يعني في الخبيز بالذات البشر بيستخدم كتير جدا. والليمونه نفسها بتتاكل زي ما قلنا في الليمون المخلل المشهور قوي في المطبخ الهندي، يعني بتدخل الاكله يتحط فيها ليمونه كده من الليمونه المعصفره او الليمون المخلل. الابيض مر جدا، فاحنا لما بنبشر بنبشر بس نتاكد ان احنا ما بناخدش من الابيض خالص. عايزين كل ده ينزل. نحط عليه النشا. احنا كده عملنا صوص ليمون لطيف ما فيهوش كميه زبده، ما فيهوش حاجه يعني تخوفنا كميه زبده كتير. هنعمل له ايه؟ طب احنا حضرنا الصوص لاكله لسه ما اتعملتش. الاكله ايه؟ الاكله هي الفراخ اللي متبله برده في ليمون، بس خلينا انا حبيت اجهز الصوص الاول علشان هي الحدوته عن صوص الليمون. خليني احطه بقى على نار هاديه قوي 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 هنا. كنت عايزه اقول لكم حاجه برضو، الصوص الاولاني الصوص اللي عملناه بصوص الزبده لازم يستعمل لحظه ما بيتعمل، يعني وقت لحظه ما هنبتدي ناكل الصوص ده بيتعمل اخر حاجه في لحظتها يتحط، لانه لو قعد ما بنعرفش نسخنه. احنا قلنا ان الزبده شرط ان الزبده ما بتتحطش على النار، بنسيبها تدوب في حراره بقيه الحاجات، فلو بردت هتتجمد هترجع زبده بلوك زبده تاني، مش هنعرف نعيد تسخينها. فدي حاجه اللي بيسموها الامينيت اللي تتعمل في اخر لحظه. دلوقتي بقى نبتدي نشوف الفراخ دي. دي اكله صيني قلنا معروفه قوي. نبتدي هنعمل ايه؟ هنقطع الفراخ حتت صغيره، ممكن نستخدم صدر واحد كفايه. هنقطع الفراخ كده زي صوابع صغيره، وعايزين نديها طعم. هنستخدم ايه؟ هنستخدم ليمون، بشر ليمون، صويا صوص، زيت سمسم. كده احنا التتبيله بنتبل فيها حته الفراخ. عايزاكم بقى تتخيلوا الطعم. الفراخ دي واخده ليمون، واخده صويا صوص، واخده سنه صغيره زيت سمسم، لان زيت السمسم حاجه قويه قوي فما بنكترش منه، واخده بشر الليمون، واخده البيض. البيض اهم حاجه، لان البيض بيخلي اي حاجه تقرمش، زي ما بنعمل بانيه، زي ما بنعمل اي حاجه بانيه بيض وبقسماط، البيض بيعمل قرمشه. وخصوصا بقى لو اخذنا البيض اللي عامل قرمشه ده وطلعنا بيه على النشا، لان النشا برده من الحاجات اكتر من الدقيق واكتر من البقسماط. يعني احنا دايما نعمل بنقلي بدقيق وبنقلي ببقسماط، بس اكتر حاجه بتقرمش النشا. فهتشوفوا دلوقتي لما يجي وقت القلية، أنا بس عايزة أحضر هنا الطاسة، هتشوفوا بقى النشا دي هتطلع حاجة مقرمشة ولطيفة ازاي. اللطيف إن احنا ندي وقت للمرحلة دي، لما بيتنقع مدة أطول بيكون أحلى.
يعني ينقع في الصويا صوص والليمون والزيت، كل ده هيديه طعم تحفه. هنسيبه شويه مع البشر، نتاكد ان احنا حاطين بشر ليمون، ولما انتوا تسيبوه شويه نطلع نعمله كده من غير، انا مش عايزه زوايد كتير، انا شايفه بشر الليمون اهو الحاجه نازله لازق عليها البشر. نعمل كده علشان نغلفه كله بالنشا لضمان قرمشه، مزيد من القرمشه، يبقى في بيض وفي نشا. وبعدين ناخده على القليه على طول، اللطيف كمان ان احنا ممكن ناخد ده على حاجه زي كده ننزل الزياده، يبقى لطيف برضو يعني لو حسينا ان احنا بيتحرق، بس هو الحقيقه لطيف احنا كويس، لكن لو حسينا ان طلع بنشا كتير ممكن نعمل كده. نتاكد ان احنا تخلصنا من كل الزوايد اللي احنا مش عايزينها. كده بقى احنا جاهزين ان احنا الفراخ اللذيذه المقرمشه قوي دي تنزل تاخد طعم من الصوص، صوص الليمون اللي هو موضوعنا بطل حلقتنا النهارده. بصوا انتوا نفسكم حاسين هي مقرمشه ازاي، بصوا الطبق التاني خلص، فراخ صيني بزيت بصوص الليمون الحلو، صوص الليمون الصيني. نطلع فاصل بقى ونرجع ان شاء الله علشان نعمل اخر طبق معانا التارت. لسه في مهرجان الليمون عملنا، افكركم بنحتفل بالشهر، بشهر الليمون، شهر موسم الليمون، حصاد الليمون. عملنا سمك بصوص الليمون، الصوص الفرنساوي اللي هو ليمون باتر، الليمون وكميات فظيعه زي كل الاكل الفرنساوي من الزبده علشان تخلي الليمون طعمه ناعم وطري وحلو ويبقى ليمون خفيف كده. النسخه الصينيه من صوص الليمون كعادة الصينيين، صوص ليمون مسكر، كل حاجة بيسكروها، كل أكلهم بيحطوا فيه سكر، بيحطوا شطة ويحطوا سكر ويحطوا ليمون، بيحطوا كل الطعوم. صوص الليمون الصيني ده معمول بالفراخ المقلية، كان فيه ليمون وكان فيه سكر وكان فيه نشا خفيف قوي علشان يربطه، وصويا صوص وزيت سمسم. طيب فاضل لنا نعمل الليمون في الحلو، بالذات في الحلو بقى الليمون بياخد مكان كده خاص جدا، بس مش عندنا، مش في مطبخنا خالص، لان احنا يمكن ذوقنا الشرقي شويه بنحب السكر سكر، الحلاوه حلاوه، عايزين حلاوه صريحه، يعني نجيب الكنافه ونسقيها بالعسل والقطر ده الميه بسكر وناكل سكر بسكر، بسبوسه ونغرقها سكر، بقلاوه، بنحب قوي فكره السكر قوي كده وصريح، وده ذوقنا. في شعوب تانية بتحب السكر يدوبك تحس بيه،
فبيبقى دايما بيحطوه مع الحاجه اللي عكسه اللي ضده اللي توزنه. يعني الشعوب اللي حبها للسكر اقل مننا شويه يعملوا مثلا تارت ليمون، الليمون مزز قوي، يحطوا حبه السكر اللي على قد ما يظبط مزازه الليمون، تبقى مزازه مسكره والسكر يبقى مكسور بالليمون. وده ذوق يمكن وافد علينا او غريب علينا بس موجود وحلو، ولما الواحد بيتعود عليه حتى يمكن لو اول مره لما اكلناه ما انبسطناش منه قوي، بس لما بنديها تجربه في الثانيه بنلاقي ان في طعامه للسكر المكسور بالليمون والليمون اللي متحلي بالسكر والطعم الخفيف قوي للحلويات. وده بقى موضوعنا ايه يعني، ده اللي هنعمله دلوقتي. اول حاجه هنعمل التارت، تارت الليمون. خلينا نفصل، خلينا عندنا وصفه التارت اللي احنا عملناها كتير قبل كده، فالمره دي هنعملها على السريع جدا، ووصفه الحشوه، حشوه الليمون اللي هتكون هنقول وقتها ليمون وكريمه وشويه حاجات، الحاجات اللي هي هتظبط الليمون مع بعضه. احنا عندنا هنا عجينه التارت، عندنا نقول 225 جرام دقيق، اي كميه ان شاء الله كيلو، كيلو هنحط نص زبده، هنشوف احنا حاطين دقيق قد ايه، لو حطينا كيلو دقيق هنحط نص زبده. المقدار اللي دايما بيتعمل 225 جرام دقيق و125 جرام زبده اللي هو النص، او 120 جرام زبده سوري 250 جرام دقيق و125 جرام زبده. الزبده لازم 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 مطلعينها من الثلاجه زي كده، علشان الوصفه دي لو الحاجه مش ساقعه قوي ما بتنجحش، هي لازم تكون كل حاجه ساقعه. فزبده ساقعه زي كده بايدينا، هي ممكن تتعجن بعجان بس انا هحب اعملها بايديا عشان اللي عايز يعملها بايديه ويلغوص يلغوص. المطلوب ان ادخل الزبده في الدقيق يدخلوا مع بعض ويبقى الدقيق عامل زي الرمله الخشنه، هنفضل نشتغل لغايه ما نوصل للشكل ان الدقيق زي رمله خشنه. الليمون من الحاجات بقى اللي ليه استخدامات كتيره قوي تاني في المطبخ غير الاكل، يعني في الاخر هو اللي بينقذ الموضوع، بس الليمون بقى الليمون في غير الاكل. طبعا الليمون زي ما قلنا داخل حلو وحادق وكل حاجه، لكن الليمون لو حطينا معاه بيكنج باودر او بيكنج صودا وعندنا اي حاجه مش نظيفه او مصديه، بالذات نحاس، يعني النحاس ساعات لما يبقى عندنا حاجه نحاس في البيت بتطوس، النحاس بيطوس، لو جبنا نص ليمونه وغمزناها في بيكنج باودر ومشيناها على اي حاجه نحاس هتبرق وترجع جديده جدا تاني. لو في مثلا التلاجه فيها ريحه وبس حطينا شويه ليمون هتروح الريحه من التلاجه، فهو كمان بيشيل الروائح اللي مش حلوه. الاستعمال المثالي جدا بالنسبه لي ان هو طارد للناموس، يعني اكتر حاجه انا بحبها بقى في الليمون لما بنكون في مصايف او في حتت جنب ميه والناموس يبقى كتير قوي، وفي ناس كتير بترش على جسمها حاجه يعني شيء كده مستحضر طبي بشكل ما ان هو يطرد الناموس او الناموس ما يجيش عليها. طيب الاسهل ليمونه، والواحد بس نص ليمونه ونمشيها على دراعنا ورجلينا، ولا ناموسه بتقرب ولا ناموسه هتقرب. صحيح صحيح بنحس شويه ان احنا جسمنا ملزق لان الليمون بيلزق شويه، بس في ثانيه يعني كل حاجه بترجع لاصلها. كده الدقيق بيدخل جوه الزبده لغايه ما بيبقى كله زي الرمله الخشنه، بنفضل ندخله، لو دوسنا كده بيعمل عجينه، لو دوسنا قوي كده بنعجنه، احنا مش عايزينه عجينه، احنا عايزينه زي الرمله مفرفر من بعضه خالص زي الرمله. علشان ليه؟ علشان نتاكد ان هو كل حته دقيق يعني اختلطت بالزبده، تغلغلت فيها الزبده، مش كل الزبده يعني دي معناها ان دي حته زبده اهي مش داخله فيها دقيق كفايه. الحتت المكلكعه دي الكبيره دي حته لسه ما بقتش ما دخلوش في بعض حلو، بنتاكد ان كله بقى زي الرمله الناعمه، لا الخشنه. طيب جه الوقت اللي احنا عايزين نحوله العجين، هنحط سكر. السكر ما بحبش احطه بدري لان السكر فيه ماده حراريه، السكر بيطلع حراره بيسخن،
فهيسخن لي الزبده اللي انا كنت حريصه قوي ان هي تبقى ساقعه. فبنخلي السكر يبقى اخر حاجه قبل ما نحط ايه بقى اللي عايزين نربط ده ونخليه عجينه. فقبل ما نحط البيضه وهخلي شويه ايدي دي تبقى مش عايزه اشتغل بيها قوي دلوقتي علشان لو احتجت ازود ميه هيبقى زي معلقه واحده ميه وبرده الميه ساقعه احنا مطلعينها من الثلاجه. مطلوب ان دي بس تلم مع بعض، مش مطلوب تبقى عجينه تتعجن، مطلوب بس ان على قد السايل سواء يعني البيض السوائل اللي هو زي البيض او بق الميه مش يعني معلقه الميه اللي حطيناها تبقى كافيه بس ان ده يتلم على بعض. واسهل طريقه ان انا اقدر اتحكم فيه والمه ان انا اقلبه كده اهو. علشان اعرف اتحكم فيها. علشان بس كده ما تتعجنش. المفروض دي بيسموها بات بريزي او شورت كراست اللي هي العجينه البسيطه السهله اللي ما فيهاش عجين، العجينه اللي ما فيهاش ما بنعجنهاش ما فيهاش عجين. كده احنا خلصنا العجينه هلمها وزي طول الوقت عايزه احافظ عليها ساقعه، فاول ما هلمها مع بعض احطها في بلاستيك واحطها في الثلاجه تسقع او تفضل ساقعه علشان لما نيجي نفردها وندخلها الفرن تدخل الفرن وهي ساقعه. دلوقتي بقى نسيبكم نطلع فاصل ونرجع نكمل التارت. لسه في حلقة الليمون وزي ما اتفقنا احنا بنعمل حاجة حلوة بالليمون، ودي حاجة احنا بالنسبة لنا مش متعودين على طعم المزز المسكر ده، احنا بنحب السكر يبقى سكر. بس نجرب. دي نص كوباية ليمون بطلنا، نص كوباية عصير ليمون. هنحط عليها ايه بقى؟ احنا هنشتغل ان الليمون ده اللي طعمه ملوش اي علاقه بالسكر وفاقع قوي يتحول لحاجه طعمها قابل السكر، يخف يبقى يا دوبك فيه هنت اوف ليمون. هنحط عليها سكر، او خليني احط متاخر السكر، ممكن اجيب حاجه، خليني اجيب حاجه تانية احسن. ارب هنا حابه ارب البيض الاول، هنا في 3 صفارات بيض. وخلوا بالكم ده تاثيره ايه بقى مع الليمون. احنا كده حاطين ليمون، لما الليمون ينزل عليه كريمه وينزل عليه بيض وينزل عليه كميه كويسه من السكر، بس انا حبيت بس اخلي السكر اشغل السكر مع البيض لان السكر بيساعد البيض انه يبقى هاشش، عشان كده ما حبيتش احط فوق الليمون على طول، حبيت استغل السكر في ان انا اخلي البيض يهش اكتر او يعني يدخله هواء اكتر. هنا مش بيض بس، احنا حاطين بيضتين و3 صفرات. البيض لوحده بيدي ايه؟ بيدي البيض الكامل بيدي حاجه فلافي، والصفار بيدي ماده كريمي، ماده زي القشطه يعني اكتر من القشطه، بيخلي كل حاجه ناعمه زي ما بناكل مثلا الكريم باتيسيير اللي بتبقى جوه الجاتو، الحاجات اللي بتبقى بتدوب في البق بتبقى ناعمه قوي جوه البق، هي دي وظيفه صفار البيض. عشان كده اي حاجه عايزين نديها اللي بيسموه سلكي، سلكي تكستشر او حاجه زي الحرير، ملمس الحرير، بنحط صفار بيض. احنا هنا حاطين 3 صفار و2 بيضه كامله وربناهم اهو مش بطال.
نحطهم فوق بطلنا عصير الليمون. يبقى كده احنا حلينا الليمون، وبعد ما حليناه ادينا له ملمس ناعم جدا عشان تبقى الاكله حلوه. وبعد كده بردناه بلبن. الليمون حمض، اللبن ده مش لبن، انا اسفه، ده كريمه لمزيد من الملمس. الليمون لانه حمضي حاجه اسيد، حاجه لسعه، فلما بتيجي عليه حاجه قلويه زي اللبن الالبان ومنتجاتها، يعني الكريمه ما هي لبن، بيظبط بقى. بنعمل اللي هو بيسميه ايه، التوازن. التوازن في الطعم اللي بيخلي اللي بيخلينا مبسوطين، اللي ما يخلينا ناكل حاجه بنقول الله الحاجه دي حلوه، ان هي موزونه، مفيش طعم معين قوي قوي في بقنا مضايقنا، يعني لا هي مسكره بزياده ولا هي مززه بزياده ولا هي ملحه بزياده. التوازن ما بين، بالذات ما بين المزز او الساور والسكر، بيدي حاجه لطيفه جدا. طيب احنا علشان حطينا بيض ممكن نحط شويه فانيليا، وما يفوتناش برضو بشر الليمون، هيعمل لنا حاجه مع البيض. فخلينا ناخد ليمونه كده جلدتها تخينه عشان الاهي زي دي، عشان لما نبشرها تبقى البشره بتاعتها سهله. كل دي نكهات زيادة، البشر بيدي نكهة زيادة. أنا عايزة أدوق لأن هو ده الطعم اللي أنا في الآخر هاكله جوه التارت، هو ده الطعم الأخير. لو حلو هنا هيبقى حلو لما يستوي، لو وحش دلوقتي هيبقى وحش لما يستوي. أدي نفسي هذه الميزة. حلوة قوي، حلوة قوي بجد، حلوة. ليمون وسكر وكريمي وناعمة من قبل ما تستوي. ناقص ايه؟ ناقص نحطها على التارت اللي احنا بنريح العجينة اللي عجناها مع بعض بترتاح في التلاجة. بس علشان نكسب وقت احنا عاملين واحدة تانية ومدخلينها الفرن، وعلشان ما ترتفعش قوي، احنا عملنا العجينه دي مرات كتيره قوي قبل كده، علشان ما ترتفعش بنحط عليها اي تقل، اي تقل علشان ما تعلاش، عشان انا عايزه الفراغ ده، الفراغ ده انا خايف عليه يروح، امال ده هينزل فين؟ فمطلوب قوي ان يفضل الفراغ ده يفضل موجود علشان ننزل الحاجة الحلوة بتاعتنا دي. الله. وندخلها تستوي زيه زي الكريم كراميل، زي أي حاجة فيها بيض، زي الكيش، زي أي حاجة فيها بيض، علشان البيض يطلع ناعم وما يقفش في بعضه وما يبقاش ملمسه جامد، الحرارة لازم تبقى هادية جدا. هنحط حرارة 150 160، ما نوصلش ل 180، ونديها، هتاخد وقت، هتاخد تقريبا ساعة لخمس دقايق. نشوف، نفضل نتابعها لغاية ما نلاقيها. لما بندخل حاجة في النص، لما بندخل طرف الشوكة أو السكينة، بتبقى مسكت بس ما حجرتش، ما جمدتش قوي، ما نستناش لغاية لما تبقى جامدة قوي، ما بتبقاش حلوة. حرارة هادية، الحرارة اهي، احنا جايبينها على 150 ومشغلين الفرن من تحت بس. بالهنا والشفا، دي هتعجبكم جدا. حلقه الليمون، يعني انا مبسوطه من الوصفات لان الثلاثه انا بحبهم قوي، الثلاثه حلوين جدا. جربوا اللي يعجبكم، واشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده وبطل جديد، وان شاء الله قريب قوي يبقى معانا حلقه عن الزبادي.
Thank you.